سنعتبر بأن المرأة لعبت واحد الدور أساسي في مواكبة العمل أو في مواكبة الاعتقال السياسي، سواء كزوجة أو كأخت أو كمناضلة، لأنه كانوا نساء اللي كان عندهم مشروع سياسي وتبنوا وحاولوا ينخرطوا في مسلسل التغيير والمقاومة من أجل مجتمع أفضل، من أجل مجتمع ديال حقوق الإنسان وديال دولة الحق والقانون. ولكن كانوا نساء اللي ما كانوش يعني عندهم هاد الصفة، ولكن ساهموا بشكل أو بآخر في لعب واحد الدور إلى جانب الرجال اللي كانوا مناضلين من أجل تغيير هذه الأوضاع. يعني الدور اللي لعبته المرأة أولا في انخراطها وسكوتها وصمتها على بزاف ديال الحوايج، لأن مثلا راجل إلى سكت إلى التزم الصمت وما بلغش كنعتبروه مقاوم، ولكن المرأة إلى سكتت وما بلغتش ما كنتبهوش لأنها قامت بفعل ديال المقاومة. النساء ديال الخنيفرة عندنا أمثلة متعددة على أنهم مكنوا أزواجهم من الهروب بالصمت ديالهم وبالقدرة ديالهم على أنهم يكونوا في صف الانخراط في هذا الموضوع ديال في المشروع اللي رجالهم حاملينه، ربما هما ما كانش عندهم علم به، ولكن كانت واحد المساندة اللي مكنات هذاك الرجال أنهم يحققوا هذاك المشروع، لأن هذا الرجال ما كانوش يكونوا يقدروا يجتمعوا، أو يعني كانت مساهمات انفيزيبل، كانت مساهمات غير مرئية للمرأة في هذا المشروع ديال تغيير المجتمع وفي هذا المشروع ديال التفكير في مجتمع أفضل والتفكير دولة الحق والقانون.